جونسون اند جونسون جرعه واحده، ده اول لقاح جرعه واحده وواخد 22 صوت، فايزر ما خدوهاش يعني، لا فايزر ولا موديرنا اخدوها. انا كنت في اجتماع فايزر يوم 11 ديسمبر الماضي اللي الاف دي اي اديته الاجازه الاستثنائيه، وكان في بعض التحفظات على الكفاءه بتاعته. وطبعا زي ما سيادتك عارفه انه علشان تقنيه لقاح فايزر وموديرنا شبيهه ببعض، اللي هو الار ان اي فاكسين، وده بيتطلب حفظه وتبريده في درجات تتراوح من 70 ل 90 درجه تحت الصفر. في حاله جونسون ده مش مطلوب، يعني في حاله جونسون ممكن يتحط في درجه الفريزر العادي. وبالتالي اللوجستيات بتاعه تنقله، وخصوصا في المناطق النائيه والبعيده والارياف والنجوع والى اخره، بتبقى اسهل بكتير من فايزر وموديرنا. هل جونسون اند جونسون من التقنيات المعتاده التقليديه اللي زي سينوفارم، زي استرازينيكا اللي هي مظبوط التقليدي يعني؟ مظبوط، التقنيه بتعتمد على الحامل الفيروسي او الفيرال باك بون فيكتور، ودي من التقنيات المالوفه في لقاحات اخرى، طبعا عليها بعض التعديلات الفنيه، ولكن ما هواش بيعتمد على تقنيه الار ان اي زي فايزر وموديرنا. طيب. وده طبعا في حاله الولايات المتحده الامريكيه اللي مش مجاز فيها حتى اليوم الا فايزر وموديرنا، يعني احنا حتى اللقاح البريطاني بتاع استرازينيكا لسه لم يجاز في امريكا بعد. فده طبعا الطاقه الانتاجيه في الحاله دي هتبتدي تغطي شرائح اكبر واعرض، والاختناق اللي بيحصل بين العرض والطلب ممكن انه يرتخي شويه بعد اجازه هذا اللقاح الثالث. ودي اخبار كويسه.